هذا من هو؟ هذا جالكسي الاي 73 نسخة الفايف جي، هذا ضمان عين الفهد والجهاز بوكالة عين الفهد وبرعاية الشركة العالمية للهواتف النقالة. هذا جهاز فيتنامي رام 8 جيجا 256. إذا تسألني على هاي المواصفات فبالبداية، إذا نفتح الصندوق، شوفوا الصندوق شلون أنتم. إذا فتحنا الصندوق ايش راح نلقي بالصندوق؟ هذا الجهاز. إذا بوعت للبداية أشير لك على الشاشة، معدل لمس الشاشة راح يكون قوي، 108 ميجا بكسل منورة، 108 ميجا بكسل، وأخيرا سامسونج نزلتها بالأجهزة المتوسطة 108 ميجا بكسل وآي بي 67، يعني هذا الجهاز مقاوم للماء و108 ميجا بكسل. راح يكون هذا الجهاز بطل الكاميرا ال108 ميجا بكسل إذا اشتغلت صحيح بهذا الجهاز. راح نشوفه بعد التجربة. راح أفتح لكم، هاي هو النايلون، هذا الجهاز راح نفعله ونشوف شنو الاشياء اللي موجوده ممكن نشوفها. هذا تفعل بالنسبه ليشتغل الجهاز. شنو موجود هنا؟ موجود هنا عندك الكيبل، واتوقع منه ورايح راح تتعود على هذا المشهد في كثير من الاجهزه. فقط الكيبل، واكو كتيبات هنا للشرح لبعض الاشياء للجهاز. هاي الكتيبات ما حد راح يبوع لها ولا واحد يلقاها. هذا بعد ما فعلنا الجهاز، الشاشة شوفها، شاشة سوبر أموليد. إذا دخلنا على مواصفات الجهاز، راح ندخل على مواصفاته. شوف هنا عندي طبعا نجي معدل تحديث الشاشة، هنا عندك سلاسة الحركة مرتفعة 120 هرتز، هذا الجهاز يدعم 120 هرتز. نجي إلى الأندرويد أو البرنامج الموجود به، عندك آخر إصدار أكيد يعني ما يراد لها سالفة، الآخر إصدار أندرويد 12 4.1 بالنسبة لواجهة سامسونج. بالنسبة لهذا الجهاز، هذا الجهاز يحتوي على ذاكرة 8 جيجا مع 256 مثل ما شرحت لكم، لكن بالنسبة لبعض الأشياء هاي يراد لها مراجعة. هذا الجهاز واحد من أجهزة سامسونج اللي مرتب معالج 778، هذا جهاز بمعالج سناب دراجون 778. اما بالنسبه للكاميرا راح تكون 108 ميجا بكسل، اتوقع شرحت لكم اياها. هذا الجهاز راح يكون واحد من الاجهزه الممتازه بالكاميرا وبالاداء اكيد، يعني تقدر تقول واحد من الخيارات سامسونج الممتازه اذا انت من عشاق سامسونج تريد اجهزه متوسطه. فهذا الجهاز شاشته حلوه، الحواف اكو حواف مع ما هاي السنه كلها بها حواف، حتى 53 حتى 33، وهذا الجهاز كذلك. هذا بحواف داير ما داير الشاشه، تلاحظ الحواف موجوده داير ما داير الشاشه. والكاميرا الاماميه يعني نوعا ما لا هي كبيره لا هي صغيره، تقدر تقول وسط. هاي كل الاشياء راح ان شاء الله اشرح لكم اياها بالمراجعه الكامله. يو اس بي تايب سي ومنفذ السماعه 3.5 اتوقع شالو وشمل الحظر، هذا المنفذ للشريحه. هنا عندك زر الباور وخفض ورفع صوت، اتوقع البصمات موجوده بالشاشه، الى هذا شو بصمته بالشاشه. هذا الجهاز بالنسبه لكاميراته هنا حتى ما كتبت لك سامسونج ال 108 ميجا بكسل، لكن هذا يدعم ال 108 ميجا بكسل ومقاوم للماء والغبار، يعني هذا الجهاز راح يكون كاميرته قويه، ذاكره قويه ومعالجه زين. من سامسونج واحد من الخيارات ممتازه، يحتاج لمراجعه او نجربه على مود نعطيكم التجربه الشخصيه لهذا الجهاز. اذا انت تريد تقتني هذا الجهاز، هل هو من خيارات المناسبه او ليس من خيارات المناسبه؟ انتظروني بالمراجعه الكامله وانطوني شنو تعليقاتكم، شنو الاشياء اللي تحتاجونها اشرح لكم ان شاء الله عليها بالمراجعه الكامله. وتحياتي لكم. هذا الجالكسي الاي 73 نسخه الفايف جي، هذا الجهاز مرتب لكن اتمنى سعره يكون مناسب. سعره ما اعرف ايش قد، راح اذكر لكم اياه بالتعليقات ان شاء الله. شنو الاشياء اللي بالكم تحتاجون او اشرح لكم عليها، اذكروا لي اياها بالتعليقات او اسالوني بها، وتقدر بامكانك انه تخبرني، رقمي موجود وان شاء الله راح اجاوبك باقرب وقت، لان شهر رمضان شوي ممكن يتاخر الجواب. ناتي فيديو، لا تنسى الاعجاب والاشتراك بالقناه، وياكم مرتضى جليحاوي، وفي امان الله، تحياتي لكم.